الذهبات شبه هون. لك وين هون؟ لك شو بيعرفني؟ هلا عندي مشوار بقضي وبرجعتي ان شاء الله بمر على الكركون وبسألك عنهم. برجعتك؟ وان شاء الله بدي استناك لبين ما ترجع، ما تمر سيد راسي انت ورايح. حاضر هلا بمر غيره. سلامة قلبك، الله يخلي لنا المختار. خذي بالك بيبو. حاضر. وقل لنا رجعوا لي الذهبات مثل ما هنن، ها؟ مو ينعطوا منه؟ الله وكيلك معلمهم، ذهبة ذهبة وبرغوت برغوت، مو ينعطوا منه بتعادي، واه؟ مرحبا بنجيب. اهلا وسهلين. اهلين اهلين. شو اسمك انت سيد راسي؟ محسوبك يوسف. يوسف، يا سلام، شو هالاسم الحلو على اسم سيدنا يوسف عليه السلام. دخيل عينك بدي اسألك، انت متجوز شي سيد يوسف؟ لا والله يا ابن نجيب، انا عزابي. عندك بيت؟ انا بيت يا رجاله، هو بيت امي وابي الله يرحمهم، هو اوضتين ساكنين فيه اخي وحريمه التنتين واولاده. شي 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 على الشغل. خوي عم تنام؟ والله ايام بروح عند بيت اختي بكفرسوسه وايام نام هون بالحاصل. ايش كفرسوسه؟ ايه مشوار، والله مشوار، مو بعيده كفرسوسه. شو بدنا نساوي لك ابن نجيب، شو بدنا نساوي؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. والله كسرت لي قلبي. ايه والله، يعني نوم تكون بالحاصل، والله مو مشكور منها. وبيت اختك كفرسوسه لك كثير بعيد. مو طالع شيء بالايد يا ابو نجيب، مو طالع شيء بالايد. سيد راسي، شو رايك يوم مساء بس خلص شغل تجي لعندي، نتعشى ومنتسلى ومنقروش وبطعميك قاورما وزبيب وجوز ونلزي منه وبتنام عندي؟ لا والله يا ابن نجيب، اليوم ما فيني، انا ما بقدر اليوم. ليش بقى سيد راسي؟ ليش ما بتقدر؟ يعني بتعرف اختي ما بتعرف اني رح نام برات البيت وبشغل بالها وهيك، خلص بكره ان شاء الله. يا علينا، هلا كل ما دق الكوز جرب بدك تقول لها اختك خلص الا نايم بالحاصل. خلص ابن نجيب، انا بحاول وان شاء الله يا اليوم يا بكره. لا لا، ما بدي تحاول، بدي توعدني، بدي وعد منك. خلص قلت لك بحاول ابن نجيب. وعدني، الله يوفقك، وعدني ان شاء الله. وانا ما بنسى فضلك بحياتي يا أفه. الفضل لله هاشي، الفضل لله. أنا عملت واجبي قبل ما أعرف إنه الحريم حريمكم. لك كبير لك أفا، والله إنك كبير. ومشان الوالد يعني ما بدي إياك تزعل منه، هلا هو يعني عصبي شوي، بس صدقني صدقني هو من جوا كثير كثير طيب، ولابد يجي يوم ويعرف مين شاهر على حياته. أنا ما بزعل منه، هو بمقام الوالد الله يرحمه. الله يرحمه. بس أنا اللي مأثر فيه وحاسس بنفسي لك خيره إنه يظن فيني ظن السوء. على كل حال أنا رح أحكي معه وخليه يغير نظرته فيك، وبإذن رب العالمين رح نصير أهل وقرايب كمان. وأختك أم وضاح ملاقي عندها بالليوان نفس السحر اللي لقيناه بحوض الزريعة. شو الحكي؟ إيه والله هي قالت لي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بقى يا رجال، شلون بدنا نأمن على بنتنا تعيش مع هالكرنيبة؟ والله ما بعرف يا معبدو. آخ، يا ريت هالخطبة لا تمت ولا صارت. إلهي يا رب يقطع نصيبهم من هالبنت. لك شو عم تحكي أنت؟ هذا الموضوع لا تفكري فيه بنوب. البنت انكتب كتابها وأنا طلع ما عندي. بدك إياها تسكن مع هالكرنيبة؟ إيه والله بتروح لنا البنت وبنقول يا ريت اللي جرى ما صار. وين بدها تسكن لكان؟ يصطفلوا، يشتروا له بيت لابنهم، يستكروا له كره. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يا عمو؟ الله يرضى عليك. شلونك يا أبي؟ الله يرضى عليك. شو وين أخوك رجلي؟ تركته بمشغل يا أبي. ورويدة ما تحسنت؟ لا والله يا رجال، لساتها على حالها. إيه والله شئت لتفتيليتها بأرض هالديار، هي عم تشطف تصيئة زريعة. وهديك العفريتة وينها؟ تقبر قلبي فوق عند أختها، ما عم بتفارقها، الله يحن عليها يا رب. شو صار له هالبنت؟ رويدة ما فيها شيء يا أبي، ما فيها شيء. شلون ما فيها شيء؟ مالك شايفها؟ أبي القصة مبينة، رويدة ما عاد حبته بنوب لصفوان. يعني المثل بيقول الجمال بمية والجمل بنية، واللي ما بيعرف بيقول كف عدس. شو قصدك ولا؟ قصدي واضح، عمتي موضح كل الوقت على وز براسة وز براسة، تترك صفار تتجوز وضح، مبينة القصة. خراسوا لك قسما بالله، إذا بتجيب سيرة عمتك على لسانك مرة ثانية أو أختك لا أقطع لسانك وزيته للكلاب. أم من وجهي أم. أمرك يا أبي. يا وفيها معدو، شو الحكي اللي عم يسمعه؟ في شي من هالشي؟ لا ايوه ما في شي من هاد يا رجال. لك ليش هيك عم يحكي؟ لانه هالكرنيبة مرت عمه هي اللي عم تعبيله براسه. انت بتعرف يا رجال انه ام وضاح كل عمرها بتحبها وبتموت عليها لرويدة، ورويدة كمان بتحب عمتها، شو فيها هاي؟
بعدين رويدة من كان عمرها 5 سنين لا شافت أولاد عمها ولا شافت أولاد عمتها. ذاتاً اللي بيصحلها تكون كني لأم وضاح، ما بتقبل تكون كني لأم صفوان. هذا الكلام صحيح، بس اللي صار صار، والبنت كتب كتابها، خلصنا بقى نشون لها القصص. إيه؟ الله يوفقك يا يوسف يا ابن الحرام. ليش تكذب علي على اساس بدك تجي؟ ورطتني وخليتنا نتكلف العشاء. الله يوفقك. لك والله شي بيحط الاهل بالكف. هلا ابو نجيب عازمك لعنده على البيت على العشاء والنوم. لك ايه والله شايف. والله شي ما بتصدق. هات لشوف سيدي احكي لي شلون هيك صار. والله ما بعرف يعني، بس هيك عم دورها براسي، مالي عم بقدر حل اللغز. شو مصلحته ابو نجيب ليعزمني عنده على النومه وعلى العشاء؟ لك هذا ابو نجيب مرته ماتت من الجوع وابنه طفش مشان شويه قاورمه. لا والانكى من هيك، بعت بناته لعند عمه مشان يربيهم، وفوق منها كان بده ياخذ كراههم. بقى بتقلي ابو نجيب بده يعزمك على العشاء؟ لك هذا الزلمه كحتوت بيقلب النمله، اذا شافها انتايه بيحلبها. هاها ما عم اقول لك الشغله فيها انها ايه سيدي؟ بدك تروح؟ اليوم مالي رايح، لشو بكره بركضن بروح لعنده وبشوف شو وراها. لك ابو اليوس ليكون ابو نجيب بده شو؟ ايه والله مش خده مثل المعزاية ما فشار. ايه روق ابو اليوس روق، لك عم نمزح معك، شو بك دغري بتصدق؟ على كل حال انا بكره رح اروح لعنده وبشوف شو القصة. ايه روح سيدي روح. خير يا يوسف يا ابن الحرام، على اساس تجي وينك يا ابن الحرام؟ لا لكن والله عبو المعوزات يا برضا. ولي شو هذا؟ شي سخن؟ لا لا ما بدي، هذا البيت مسكون، ولي نطلع لبرا نام الحارة على السلك. ما بدي السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب يا قادر يا كريم يا رب خلصني، حياتي ما ارتحت له ولا وافقت عليه. دخيلك يا رب، دخيلك يا ربي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب أنت المستجيب القريب، استجب دعائي واجمعني برويدة بالحلال على سنتك وسنة رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم. شو بك يا مو؟ شو صار لك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ينتقم منه.
الله ينتقم منهم. بكره بروح لعند الشيخ جوهر وبعمل لك حجاب. ما في شيء يا ما في شيء ما في شيء. اكيد عاملين لك عمل، اكيد. انا بعرف شغلي معهم. هي ما عاملين لي عمل، عاملين لي عمل، عاملين لي عمل. مالشي حالك هيك يا ابو نجيب؟ لا والله، الله لا يوفق. انا شو اعمل لك؟ شو اعمل لك انا؟ لا لا سيد راسي، لا توقع لك على شي حرمه درويشه مستوره جوزها. بعينك الله سيدي، بعينك الله. شو يعني؟ من طعميه الاكلات اللي عم ياكلون يوسف تاكليني؟ يا شو عتكلفني؟ خلصني سيد راسي، يا روح ما بعدك روح، خلصنا بقى. شو حكيات؟ اعوذ بالله. ما بيمشي حالك هيك يا ابو نجيب، والله ما بيمشي حالك. شو بك ابو نجيب؟ فيك شيء؟ ايه قل اعوذ برب الفرخ. مين انت؟ مين انت؟ لك شو بك ابو نجيب؟ انا ابو فخري. ابو فخري؟ ابو فخري؟ اكيد انت ابو فخري. يا سيدي اكيد انا ابو فخري. شو بك؟ ايه هديت حالي، الله يهد حيلك الهي. ولي لك شو معك هون برات البيت؟ اخي قاعد هون قدام باب بيتي. شو حشرك فيني انت؟ شو حشرك فيني؟ استغفر الله العظيم. لك ليش هيك؟ انت شوف قوم 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 لسادك فوت لعلى بيتك. قوم قوم خلص. والله ما لي حيل. والله قوم استند علي. لك قوم. يا الله يا رب. فوت لشوف. فوت فوت فوت. الله يصلحك ويهديك. شو قعدك هون؟ شو قعدك؟ اهلا اهلا بشيد راسي يا فخري. اهلا وسهلا. لك ما سمعت لي منين اجت المي على الباسه؟ اه هذا يا سيدي كنت عم اشرب مي بالطاسه. ايه ما لقيت إلا غير فلتت هالطاسة من إيدي ونزلت على الشرواء. ايه وينها؟ لكان روح فوت غير الباسك وتوضى وصلي ونام لك شي ساعة. أنا بدي روح لحق الصلاة بالجامعة. يستر عرضك يا أبو فخري، صلي هون. يستر عرضك صلي هون. أبو نجيب صلاة الجماعة بأربعين صلاة وخص نص صلاة الفجر. هلا على حظي يا أبو فخري، على حظي صرت أحسبها. سيدي إذا كان من البد خدني معك على الجامع خلينا نصلي سوا. اي شو عليه؟ ولا لا خلاص بنصلي هون. نصلي هون. يا عيني عليك يا ابو فخري، هذا الحكي. الله وكيلك، الك علي احلى صفره ممدوده فوق الله وكيلك. زبيب وجوز وقاورمة وخبز من ما جميعه سيدي. الله وكيلك مو ناقصه شيء. شو الكرم اللي هبط عليه فجر ابو نجيب؟ الله يسترنا من عواقبه. بسم الله الرحمن الرحيم. لك شو وين راحت هالبنت؟ بديعة! لك يا بديعة! لك يا بديعة! بديعة! شو وين دلال ابن عمي؟ صار لها شي؟ تعالي تعالي شوفي هالشوفة. دلال يا امو دخيلك يا ربي. فقت يا بي؟ فقت يا امو؟ انا اصغر منكم، فقت قبل منكم. يا ربي دخيلك، يا ربي دخيل اسمك. ألف حمد وشكر لك يا رب. الحمد لله يا رب. لك أنا بحلم ولا بعلم يا بديعة؟ بعلم ابن عمي بعلم. يا بنات يا ما تعالوا شوفوا أختكم، تعالوا شوفوا دلال. الله وكيلكم، ما خلاني يطلع من عنده إلا طلع علينا الصبح، وكل شوي وشوي يتحجج لي بشغله مشان ضل عنده. لا والأحلى من هيك قعد يصلي معي، طلعت عليه لك كل أواعي نجاسة وقرف. يا لطيف. قلت له لك أخي ما بيجوز، فوت اتحمم والبس ثياب جديدة وبعدين صلي. يا مسكين، وقلتك بيعملها وبيصلي؟ والله ما بعرف، الله يهديه. آمين. ولا تعفيني، يا روح نام عنده يا أما يجي نام عندي. ترى الزلمة خايف. والله مسكين خايف، مبين يعني قاعد هيك وعم يترجى فيه كل الوقت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله السكافي امتى بيفتح؟ مورا يعني شو بدك منه؟ والله معي المشاية بدي ركب لها نص نعل. هات لشو؟
ايه على عيني وراسي. شرف يا فخري. الله عليك يا فخري. شوف حل عقيد. ايوه عقيد، تحلايه فرس جاهزه. يلا شاي شاي. وينها؟ مرحبا. هلا قلت لي خطبت مو هيك؟ ايه الحمد لله. اي الف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. مسيك عمير. بتروح لعند ابو راتب المنشد بتعطيه هدول، خليه يبلش بالجهاز، وبتشتري كل المستلزمات، واذا نقص شيء بتقول لي. شرف عقيد. سلامه خيرك. والله ما في داعي. خود عيب خود. تأمر عقيد. يلا تأمر. الله يبارك فيك يا رب. الله يخلينا اياك يا عقيد ويديم عزك. هلا هاي العميل اللي ضربتني فتين وتبني شوربي يا شفيق. هذا هو. لك شو هذا هو؟ انا لك انا منين بعرفك؟ انا منين طلعتوني انتو؟ ما تعرفني؟ لك هيك فهمتوا انك ربطني فتين وتفتل لي شوربي. انا انا لك هيك على لك يا علمي. لا علمي خلينا نراك. انا انت ويا ولا روح من وجهي الاخرى احسن ما زدتك فوق. انت بدك تزدني فوق؟ ايه وانا بالهول. لك شي بيهوي. ايش بيهوي منك؟ لا ادهم. طولوا بالكم طولوا بالكم يا عشال. اهدوا. شو في يا ابني؟ عامل لي يا بضايع لهالمسكين. روق لك عمي، روق. الله يرضى عليك، ما لقيت تتقوى غير على المسكين. هلا هاد مسكين هاد؟ لك ايه مسكين، شو عامل له؟ قل له يا شفيق، قل له شو مساوي. اسمع لك، روقوا شوي وخذونا بحلمكم. الله يرضى عليكم. عقيد معي تخينا نفوت لعندك على المكتب نتفاهم على رواق. شرفوا. تفضلوا يا جماعه. ضب الشبريه يا اخي وروقوا. الله يرضى عليكم وشرفوا. تفضلوا. شرف عمي شرف. والله يا ام شاهر مالك علي يمين، انه ابو خيره ما في اطيب من قلبه، بس طبعه صعب شوي وما بيحط واطي لحدا وبيستصعب يعترف بغلطه. يلا توبريني شو بدك تساوي. وامانه يا ام شاهر بتسلميلي على المحروس شاهر وبتقولي له انه خالتك ام خيره بتسلم عليك وبتتشكرك كتير، وقولي له كمان انه ما ياخذ على خاطره من ابو خيره. الله يسلمك. والله شاهر ما في أطيب من قلبه وما بيحمل غل على حدا، وبعدين أبو خيره بمقام أبوه الله يرحمه. الله يرحمه. هي جيت مثل ما قلتي لي، يعني روحتك أنتي والبنات على الحمام صارت مأكدة ما هي؟ إن شاء الله اليوم بقله لشاهر وإن شاء الله منروح. تعرفي أم خيره أنتي والله والله جيتك عزيزة وغالية على قلبي كتير، وأنا يعني أنا بصراحة ما كان بدي غلبك أو أتدلل عليكي لا سمح الله، بس أنا مشتاقت لك وحابة أشوفك، لأنه ما عاد إلي عين روح لعندكم من بعد هذيك المرة. الله يلعن الشيطان. إن شاء الله بتنصلح الأمور وبتصيروا تروحوا لعنا ونجي لعندكم. إن شاء الله. وأماني أماني بتسلميلي على سعاد وبتبوسيلي إياها. اسلمي يا رب. يي يا عيب الشوم، ليش معزبين حالكم؟ لا أيوه مشان واجبة. تفضل. الله يكبر واجبكم ويفرحني فيك يا فهمية. تسلمي يا خالي. الله يسلمك يا رب. تفضل يا. تسلموا ايديك يا حبيبتي. قال يا سيدي ربط شيخ شباب هديك الضيعة بالتين ونتفلوا شويربو. قالوا له الحاضرين شو اسم الضيعة؟ قام قال لهم والله نسيت. وقام واحد من الحاضرين صار يذكروا أسامي الضيعة بالقلمون، ولما ذكروا اسم ضيعة الجرن قال له نصري ايه والله يمكن هي. هلا مشان هيك معزبين حالكم طارقين مشوار من الجرن لهون. ايه والله بروح لاخر الدنيا مو لهون. عشان فكر هالسماء قليل قدام هضيت يا مختار. الاسم الكريم بلا صغراء ابو الهول. يا سيدي والسبع تنعام. اسمع اخي ابو الهول، هذا نصري على البركه، يعني بيحكي شروي غروي بيقطوش وبيلهوش. ايه على عظم رقبتي مو سمعان بحياته بضيع اسم الجرن، اصلا بحياته ما طلع برات الحاره. أيوة هلأ تاني عرفت هالضباع وهالنمورة وهالسباع منين كان يجيبهم. خلاص زرعوها بدقني ماشي، وحقكم بتاخذوه من شواري. حقنا وصلنا مختار، كرمال ربك لتاخذنا غلطنا ومنكن السماح. يا ميت أهلا وسهلا يا نصري. مور عقيد. تعم تعم بوس الشباب واعتذر منهم. يلا ايه بتأمر. أهلين برجال. بتمنوا على شواربي يا نصري. أهلين أهلين برجال. يا صبحي. مور عقيد. أهوينا. جيتك. وأنا شفت لكم هالبنت عم تركض بأرض الديار
ما صدقت حالي، طار عقلي من الفرح. ناديتها لحرمتي سألتها أنا بحلم ولا بعلم؟ الحمد لله. تفضلوا تفضلوا تحلوا. والله قومت هالبنت بالسلامة تسوى الدنيا. يعني عليك يا صلاح. إن شاء الله الله يطعمنا على الصلاح وندرن علي لوزع الضيافة بإيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شايف الحلاوة دايرة. تفضل أبو الخير تفضل. والله ما بعرف شو بدي أقول لك يا أبو خيرو. الحمد لله الحمد لله، الله من فضله شافا لنا هالبنت وعافاها. بعرف من زمان كان لازم تسمع نصيحتي. ما قالوا لك شو كان معها؟ شو بيعرفني، ما سألتهم. كانت الخستخانة مليانة عساكر مجروحين جايبينهم من الجبهة. ايوه انا سألته للحكيم. ايه شو قال لها؟ بسيطة شغلتها، شوية التهابات بقى معها ومصارينا. ايه والله من الأول أنا قلت لكم هالحكي. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاول هاي بتضل الخير والبركه يا ابو صفوان. الله يخلي لي اياها. هيك لكان يا ام خيرو، بتعزمي كل نسوان الحاره على الحمام وانا ما بتعزميني. بسيطه، نسيتي مين انا؟ اي والله لا اخربها واقعد على تلتها. وانت الباديه يا ام خيرو، شو عليه يا مو؟ بعتي ديبي لعند ام خيرو خليها تذكرها، بلكي نسي يعني تعزمنا. روحي من وشي، روحي من وشي احسن ما فيش كل خلق فيكي. روحي. ايه ماشي، وبطلت احكي لك المنام وها وعمرينك. الله يجيرنا من هالمنام. عيب، صار عمرك هالعمر وليكك على وش جواز، لازم تبطل هالعادة. حلوة يعني بكرة بعد ما تتجوز فايت على بردك اليومين ثلاثة اكل قتلة وشك مورق. لك يا خالي، الكذب بعيبه للبني آدم وربنا سبحانه وتعالى حرمه. اسمع خالي نصري، الكذب ما بيجيك من وراه غير المصايب والهموم. مختار مختار، والله انا ما بحب اكذب، ما بحب اكذب وما بحس حالي اني عم بكذب، بس مدري كيف هيك انا ببلش احكي القصه بحس حالي مبسوط وطالع من سيره فايت بسيره، طالع من سيره فايت بسيره، ما بعرف حالي وين بصير، شو بدي ساوي؟ روح خالي، روح صلي لك كم ركعه وادعي لربك يخلصك من هالعاده. يعني شيخي انا هلا اذا تجوزت ما فيها شيء، لا عيب ولا حرام ولا ضد الشرع، ما هيك شيخي؟ هي ما فيها لا عيب ولا حرام، بس يفضل انك تصبر لك شهر زمان مشان الناس ما تحكي عليك. الناس؟ شو بدي بالناس انا شيخي؟ سيد راسي انت شو بدي بالناس؟ والله يا شيخي الشيء اللي عم شوفه انا الناس ما عم تشوفه، الله وكيلك الليل ما عم نامه. ما شاء الله عليك يا ابو نجيب، والله الشباب معك والحكي. شيخي الله يخليناك، أنا شو بدي بالشباب؟ الشباب شي وأنا شي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فليصم. لذلك أنا بنصحك بالصيام عبين ما تلاقي بنت الحلال اللي تناسبك. تنصحني بالصيام شيخي؟ على أساس أنا من كتر ما عم أكل خزيت العين. والله أنت بتعرف شغلتك. يعني المهم شيخي هلأ إذا تجوزت لا حرام ولا ضد الشرع ولا ممنوع، ما هي؟ لا 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 أبداً أبداً ما فيها شيء. الله يخلي لنا الشيخ نزير، بركاتك يا شيخي، سيد راسي أنت، السلام عليكم. ونحن بهالكاميو رح نساوي العرس، بس بيني وبينك يا أم خيرو، الولد ما كان بده بنت عمه، كان بده بنت أختي، بس أبو صفوان الله يصلحه قال ما بيخطب له غير يا بنت عمه يا بنت عمته أم الضاح. ايوه قلت له اذا كانوا لا بنت لا بنت عمه، لانه بنت عمته ما بتواتينا، ما بيمشي حالها معنا، مع انه قاتلي حالها قاتلي حالها على ما نخطبها لصفوان. وليش ما بتواتيكم البنت؟ من شو بتشكي؟ بنت مثل الورده عين الله حولها. الله يستر عليها، الله لا يحملنا مغيبتها. يلا شو دخلنا هلا؟ انتوا ام خيرو ما بدكم تخطبوا لخيره؟ والله لازم تخطبوا له. ام صفوان البنت من شو بتشكي؟ يا علينا، قلنا لك الله يستر عليها وعلى كل الحريمات، يمينا من سيرتها. ام صفوان سألتك وجاوبيني، البنت من شو بتشكي؟ ضروري يعني؟ ايه ضروري. هذا يا ستي. ايه يا هالحكي اكيد مثل ما عم قلي اكيد، لكن شو بدي اكذب عليكي؟ داية ديبي هيك قالت لي على ذمتها، الله يعافيها، يبعد لي حمى يبعد لي حمى، قال كل يوم لها فراش وامها الله يعينها ما بتلحق لها غسيل. ديبي قالت لك هيك؟
ايه هي اللي قالت، بس لا تجيبي سيرة لحدا. أماني أماني خلي الحكي بيني وبينك، يعني اخطي ما بدنا نفضح البنت. والله يا ابو نجيب شفتها احسن شي ديبه هيدا وشغيله وبتجيب مصاري وما بتتكلف علي يا بنوب. عيني عليك يا ابو نجيب. مين هاد؟ انا ست راسي. انا مين انت؟ لك شو مين انا؟ ابو نجيب ما مبينه؟ شو بدك؟ لك افتحي ست راسي بدي احكي معك كلمتين. شو بكي؟ يو لك انا حرمه وحدانيه شلون بدي افتح لك؟ انك كلمتين بدنا نحاكيك اياهم. شو بكي؟ شو حناكلك؟ احكي من ورا الباب. كيف سالك ست راسي؟ تارديني؟ لوين؟ لك شو لوين؟ اسمعوا للسما ست راسي يعني بتتجوزيني؟ لك جواز ورث ان شاء الله. حرمتك لسه ما نشفوا تراباتها داير بدك تتجوز، يعني بالشوم عليك. لك والله اذا بتاخذيني طاعت القدر تنفتح لك. لك ايش بدك عندي؟ عندي برغول وعندي زبيب وعندي قاورما وعندي عنب. الله وكيلك شو ما بدك عندي. شايفني مو شايفه اكل بحياتي؟ قال برغول وقاورما وزبيب. اسمعوا لا ليك اذا ما بتروح من هون بطلع وبلم عليك الحاره. صحيح انك واحد سفيه. ولي عليك شو حكينا؟ بلاها ست بلاها. يا الله يا ابو محمد، ليه ما ركبت وراي على الفرس وركبت ورا ابو شومان؟ لانه فرس ابو شومان ما ناقصيلي على المزبوط مكتشي. وشلون عرفت انه فرس ابو شومان مكتشي؟ لا يا مختار، ما الفرس بتنعرف من وقفتها وانت سيد العارفين. والله مو قليله لابو محمد، عم تحكي مزبوط، لانه سته لفرس ابو شومان كديشه. يا لطيف. ومن شان هيك انا ما رضيت اركب غير ورا ابو شومان، لانه الفرس المكتشي بتلقى حمل منيح بس على السبق ما بتضاين كتير. محمد على زمتي انك خيال ابن خيال، بقى من انو ديري انت وين اهلك؟ شي يوم بحكي لك يا مختار، بس ليقون الاوان. ايه على راحتك. اهلي ابو ياسين. اهلي بالمختار. سيد نصري. الله يخلينا سيد نصري. شلونك سيد راسي؟ ان شاء الله بخير. اهلين عمي ابو نجيب. الحمد لله بخير. الحمد لله حبيب قلبي. طمنا كيف ست الوالده؟ ان شاء الله منيحه الحمد لله. ابو نجيب انت ليش عم تسال عن مامتي؟ ومن وين وين بتعرف انا ست الوالده لحتى اسال عنها؟ الله وكيلك لا بحياتي شفتها ولا بعرفها، بس عم ناخذ نعطي عم ناخذ نعطي. سيد نصري شو بك؟ يعني بمعيتك هيك بركي بتسالها اذا بتجوزني. لك الزام حدودك ولك. لك طول بالك شباك. الله وكيلك ما حكينا شي شباك. شو كفرنا؟ والله واللي اسمع. والله اذا بتجيب سيرة بنتي مرة تانية على لسانك يا ابن نجيب لحتى انكو ذكرانك من شبري. ولي شو هاد؟ ولي شو هاد؟ لك نصري شو هاد؟ لك معيب عليك. لك نصري زلمي قد ابوك. اه معيب عليك. الله وكيلكم ما سويت له شي. لك ما لقيت غير ابو نجيب تعوى عليه ولك نصري؟ ايه بدي تعوى على ابو نجيب. لك عم تجيب سيرة تعرضي على لسانه بدك اياه يضل ساكت له. شو هالحكي؟ هالحكي مزبوط ابو نجيب؟ الله وكيلك بالحلال بالحلال. سألت سؤال ايش وكفرنا؟ قلت له سألني امك تجوزني ايش وصار؟ بسيطة عمي بسيطة. ضب خنجرك لقلاك ضبه روح على شغلك. نحن رح نعمل له اللازم. يلا روح روح الله يرضى عليك روح. بسيطة يا ابن نجيب بنشوف. خلصنا ماشي يا ابن نجيب. ماشي ماشي سيد راسي. شو حتى منك؟ بعدين شو انت التاني حتعمل لي اللازم؟ ايش وكفرنا؟ خلصنا هيك. لكن يا أم الضاح بدك تلزقينا بنتك وهي بهالحالة؟ بعد ما تصير عنا منخجل من أبوها لأنه كبير الحارة ومختارة، ومنحط على الجرح ملح ومنسكت. والله تاريكي مالك قليلة يا أم الضاح. يا عيب الشوم عليكي. شو بك يا أمو؟ ما في شي ما في شي.
يا مو انت من وقت ما حكيت معك ام صفوان تخربطت الوانك. شغله سر بيني وبينها. ايه بس انا سمعت اسم سميحه، شو كانت عم تقلك؟ وانت شو بدك بهالقصص؟ شغله بيني وبينها، ولا بدك تعرفي البيضه مين بعضها؟ الله محيي رجال. أهلين أبو الضاحي. ودام مين الخيار؟ هزير مختار. عن جد مين؟ من أنو حارة؟ من حارتنا مختار. ألا عن جد مين؟ لك هذا أبو محمد إسكافي. شو الحكي؟ ولمين الفرس اللي معه؟ لا لي مختار. الله يهديك يا ودام، كيف تعطي فرسك لتوم توقعوا وراء حريمات الرجال؟ يا أسد يوسف. أهلا يا أبو نجيب. أهلا يا أبو الصيف. وين أسد يوسف في دراسي؟ والله يوسف راح على جوبر وزن طلبية. إيش على جوبر؟ مشوار والله. إيه مشوار خير، بدك منه شيء؟ أخي عاوزه بشغلة ضرورية. ما لك أنت بدي يرجع؟ والله بدي يرجع قبل المغرب، بس سمعته عم يقول بدي يروح يتعشى ينام. يتعشى وينام؟ وين بدي يتعشى وينام؟ عندك أبو نجيب عندك. لك شو مو أنت عازمه؟ إيه صح مظبوط والله أنا عازمه. إيه دخيل عينك بس إجا بتأكد عليها وبتقول له أبو نجيب عم يستناك على العشاء وما حيحط الخبزة بتمه لبين ما تجي. تكرم أبو نجيب تكرم، وأنا معزوم معه كمان. ما عزمك وحدة تسهل أمرك، شو حشرك أنت التاني؟ لك أخي في شغلة سرية بيني وبينه. أنت شو أنت عزيمتك بعدين؟ شي دراسي بعدين، يعطيك عافية. يعني ما كان لزوم الحمام، البنت من الحارة مو غريبة وكلكم بتعرفوها. هلا عزمنا ومشي الحال. يعني كنا حكينا مع أبو الضاح وطلبنا البنت رسمي. لا تستعجل ابن عمي، الشغلة بدها طولة بال. أوف أنا مستعجل ولا أنت؟ إيه ما كنتي مسدة لله يمتى توصل العروس على البيت؟ أي والله كنت. ولو وشو عدا ما بدا لبردة همتك؟ يمكن ما يصير نصيب. آه وليش بقى؟ هيك في سبب. سبب؟ وشو هو السبب؟ خلص ابن عمي، في سبب وما بقدر احكي اكثر من هيك. بعدين الحاره مليانه بنات. ايوه وهذا السبب مرتبط فينا ولا فيهم؟ لا فيهم. طيب اذا ما بدهم يعطونا ليش لزوم الحمام؟ البنت ما بتناسبنا. يا لطيف الله يستر على حريماتنا. شو عم تحكي انت؟ لا ابن عمي لا يروح فكرك لبعيد، البنت مثل الشاشة البيضة، بس البنت مريضة. إذا مريضة من داوية؟ خلص ابن عمي البنت مريضة وما بقدر أحكي أكثر من هيك. الله يغضب عليك يا تحسي، ما بتسأل وبتقول في عندي أم مقطوعة من شجرة. الله يوفقك يا ديبة، صحيح وجعتيني بس انضفت وصرت قوم وقعد لحالي وقضي حاجة. إجابي لك أهلين سهلين بهالعينتين، كيفك يا أبي؟ الله يعطيك العافية. أهلين يا أبي. أهلين الله يعافيكم، الله يرضى عليكم ويستركم. شو وين أمك؟ جوا ببيت مون عم تحضر العشاء. أهلين ابن عمي. أهلين يا بديعة. لك البنت كأنه سخنانة، شو سقيتيها الدواء؟ إيه سقيتها الدواء، كام يوم وبتنشنش. بس وين كنت ابن عمي؟ ولا انشغل بالي عليك. وديبة قالت لي إنه دكانتك كانت مسكرة. كنت بالميدان، ميدان الخيل. يو وشو عم تعمل بالميدان؟ شو بدي أعمل يعني؟ مثل ما بيعملوا كل هالخيالة. تقبرني ليش؟ أنت من إمتى لك مراق بالخيل؟ يا بي انت بتعرف تركب على حصان؟ لك لكن شلون؟ ابوكي خيال. بس اخ اسفي على هالزمان. يعني ركبت على الفرس؟ ايه ركبت على فرس ابو ادهم. ولي على قامتي، منيح ما وقعت من فوقها. لك كيف بدي اوقع من على الفرس؟ عم اقول لك خيال وفارس. انا كنت روض الخيول، هلا عم تقولي لي توقع من على الفرس؟ ولهلا انتو بالميدان ابن عمي؟ لا خلصنا مع المغرب ونزلنا دغري على الجامع، بس انا استنيت الشيخ نزير لبين ما فضيلي شوي. يو
وليش شو بدك من الشيخ نزير؟ من شان يمين الطلاق، شو نسيتي؟ اهلين بالسيد راسي، اهلين بالسيد يوسف، لك وينك انت؟ تفضل تفضل لفوق سيدي، والله شغل بالي عليك، الله وكيلك مشغل بالي. يا اهلين وسهلين، والله زارتنا البركة الله وكيلك. اهلين اهلين بالسيد يوسف، يا اهلين وسهلين، شرف سيدي شرف، عالصدر عالصدر شرف. ايش هو الحماية اللي إلك؟ ايش هو الحماية اللي إلك؟ أكيد جاي جوعان وتعبان، شرف سيدي يلا، سمي بالله. بسم الله. شو هذا؟ شو بك سيدي راسي؟ شو هذا اللي بالصحة؟ هاي القاورمة سيدي، مالك سمعان بالقاورمة؟ لك بلا سمعان فيها، بس ليك ما في غير الدهن، شو ما في لحمة؟ لكن بلا، هي القاورمة مدهنة شوي سيدي راسي. لك شو شوي؟ ما في لحمة بنوب، أنا هيك شي ما باكله، عن إذنك معلمي. لك صلي على النبي، صلي على النبي، شبك أخلاقك بروس مناخيرك يا سيد يوسف. خلاص جيب لك لحمة، عمي الله بجيب لك لحمة. يلا، وأحلى لحمة للسيد يوسف. ها؟ يا ترى شو بده مني؟ إذا بحياته ما اجتمعوا سرمايتين ببيته هلا صار كريم، أكيد الشغلة فيها أنا لنشوف آخر تمعه، بس ما يكون مثل ما قال أبو سطيف. وأهلا بسيد يوسف، ويا سيدي وهي أحلى صحن قاورمة. شرش درسي، كأنه هالقاورمة خربانة وريحتها طالعة كمان. أعوذ بالله، شو عم تحكي؟ هي القاورمة هيك ريحتها مثل ريحة الشنجليش، شو عم تحكي انت؟ سمي بالله سمي بالله سيدي، سمي بالله وكل. تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لحمة ولك هلأ بيخلصهم كلهم ويصير بده كمان. إن شاء الله ريته مطرح ما يسري يهري، إن شاء الله سم الهاري إلهي. إن شاء الله صحة وهنا سيدو، إن شاء الله مجاري الهنا إلهي، مطرح ما يسري يمري. كل أمانة تاكل، ما بتخلي شي، ها ما بتخلي شي. خبز خبز سيد راسي، خبز لك، كبر الخبز يا شباب. كله عنب سيدي، كله عنب، الجوز تقيل، الله وكيلك تقيل، كتير تقيل. ماشي، إن شاء الله صحة وهنا. الحمد لله. وين سيدي؟ أكيد رايح لبيت المي، قلت لك القورمة تقيلة يا سيد يوسف، ما صدقتني. الحاصل والله، رايح الحاصل أنا. شو هاد سيدي؟ يستر عرضك لا تروح الحاصل. سيد يوسف، يعني هلأ بعد ما تعشيت وأكلت الأكلات صار بدك تروح الحاصل سيدي؟ أبو نجيب، اللي بالمشر معي، شو بدك مني؟ شو بدك كون بدي منك سيدي؟ شو بدك كون بدي منك؟ ولا شيء، الله وكيلك ولا شيء. بس أنا شو قلتي حالي؟ قلتي حالي يعني بما أنك أنت وحداني وأنا وحداني، فليش ما منسهر سوا، منتعشى سوا ومننام سوا؟ مننام سوا؟ أبو نجيب شو قصدك؟ والله مو قصدي شيء، الله وكيلك مو قصدي شيء، لا تفهمني غلط. واصحك يروح مخك لبعيد فكر انه انا بخاف يعني نام لحالي مشان ما تطلع لي من نجيب. لا والله ما فيك شيء، بس انا قلت لحالي يعني بحن عليك سيدو، بحن عليك. ايوه يلا خاطرك لك. والله ما بتروح سيد يوسف، استر عرضك، والله بخاف نام لحالي عم تطلع لي من نجيب بالليل. من نجيب؟ لا عمي لا، يستر على عرضك، انا خلقت العالاتي جوزتين بخرش. قال ابن نجيب، قال بدي روح عمي، بدي روح، مختار مني على الحاصل، بدي روح. الله لا يوفقك يا سيد يوسف، الله لا يوفقك كلك. لا سيد يوسف، يا سيد يوسف، سيد يوسف. يا بي الله وكيلك، وكيل السماء والارض، انه شاهر شب شريف وقبضاي وبيرفع الراس، انا بعرفه كتير كتير منيح، هو بنوب بنوب ما بيحب الزايحة، بس يا بي يمكن انت يعني. لا انا شو انا يا ولد، حلوة والله، عال علمني شو لازم ساوي شو لازم ما ساوي. لا لا يا بي والله ما قصدي. خلاص طويلي السيرة. يوه شو بكون ليش هيك صفاتكم طالعة؟ ما في شيء، انا رايح نام، تصبح على خير. عاد يا مو، عاد اشرب لك كاسة شاي. لا لا يا مو، مالي نفس. كان ضروري تخليه ينام زعلان، تركه بهمه، الولد متضايق من اللي صار، ما بكفيه؟ اي انفلي، يعني تارك الدنيا كلياتها ومدحوش ببيت العياش، قالوا شو الجماعة أكابر، وخصوصي هذا الواطي شاهر، عجبك؟ لك هني عم يضحكوا عليه وهو مصدق. وهلأ شو جاب سيرة شاهر؟ عم تسأليني لي؟ ايه روحي سألي ابنك. عبي شاي. الله
الله لا يوفقك يا يوسف على الفصل، الله لا يوفقك إلهي، إن شاء الله مطرح ما يسري يهري يفضح حريمك، أكل الأكلات وراح، الله لا يوفقك، الله لا يوفقك، إن شاء الله سم الهاري إلهي. شو بدك تعمل هلا يا ابني؟ شو بدك تعمل؟ والله خايف نام جوا لحالي، الله وكيلكم خايف. أحسن شي روح قدام السرايا. هنيك في كوران ومضواي. في ونس، تتسلى لك ابو نجيب تتسلى. والله شفتها. يلا. مساء الخير يا عم. أهلين. تفضل تفضل تعشى معنا سيد راسي. عم تحكيني لي؟ إيه سيدي تفضل تعشى معنا. شو عم تاكل سيد راسي؟ كباب وبندورة وخيار وخبز خير الله. كباب؟ ورجيني أشوف شغل مين الكباب؟ شغل أب مرعي اللي بسوق التمن سيد راسي. أب مرعي؟ يعني ما في أسئلة إذا دقتهم سيد راسي؟ ما في أسئلة سيد راسي، أنا عم بدعي لربي إنه الله يبعث لي حدا يتعشى معي ويسليني، قول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، والله شي طيب، شي طيب كتير. ما قلت لي سيد راسي أنت منين؟ من الهيالة. من الهيالة؟ يا سلام، الله وكيلك أحلى ناصب على هيالة. ما قلت لي سيد راسي شغل مين الكبابات؟ من عند أب مرعي، ما بتعرفه؟ إيش؟ أنا اللي بعرفه أب مرعي، أنا اللي بعرفه. يلا لنقوم نصلي الفجر ونلحق نطلع على الضيعة قبل ما يطلع الضوم. ما بدك تصلي يا ابن نجيب؟ لا سيد راشي لا، أنا بصلي بالبيت معروفة هي. بعت لي يا ابغاني بشو اسم وضعتكم مرة تانية؟ هيالي عمي الهيالي. هيالي دخي روحك، بدي مرة آدمية بنت حلال تحفظ النعمة سيد راشي. ها ومين ما سألت عليك هنيك؟ أبو غانم بده يدلوني. بدلوك سيدي بدلوك، إمتى ما بتصلى عنا على الضيعة من ليلك طلبها. الله يخلينا أبو غانم، وأحلى بوسة من رأس أبو غانم. الله لا يحرمنا إياك. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله منيحة.